جاءت مشاركتنا بالتعاون مع مكتب المبعوث الأممي حتى نعرف وفد نسائي في مشاورات الكويت، لعله الأول في تجارب محادثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة. سبع نساء قدمن من صنعاء للمشاركة في المشاورات الجانبية بين الفرقاء في الكويت بدعوة الأمم المتحدة، والهدف كما يقول المبعوث الأممي التوسط بين الأطراف وحل الإشكالات الشائكة كما تعدها الأمم المتحدة خطوة نابعة من رغبتها في تحسين وضع المرأة في الملف اليمني. جئنا إلى الكويت لا نحمل سوى هموم اليمنيين وفي مقدمتهم هموم النساء والأطفال التي أنهكتهم الحرب. وضعتنا هذه الزيارة أمام مسؤولية وطنية كبيرة تسعى إلى حث الأطراف إلى الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل يضمن حق الناس جميعا في السلام والأمن. شمل الوفد كل من نبيل الزبير عضو فريق الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني، والدكتورة بلقيس أبو أصبع وأفراح الزوبة وانطلاق المتوكل وميد شاكر ورشا جرهوم وجميلة علي رجاء. تلك الأسماء لها حضور متفاوت في العمل العام والحقوقي المجتمعي، غير أن معايير اختيارهن وفحوى الدور الذي سيسند إليهن ما زال غير واضح. غير معروف ما الذي سيضيفه الوفد النسائي هذا في مشاورات متعثرة للأسبوع الثالث، وما إذا كان المبعوث الأممي قد فقد البوصلة ويبحث عن طرف يستطيع الضغط على المتحاورين وإحراجهم إنسانيا وأخلاقيا. الواضح أن هدف الأمم المتحدة في هذه المهمة لا يكفي للدلالة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مسار السلام المأمول. كثيرة هي الأسئلة التي تطرح نفسها حول جدوى هذا الخيار وحول الدوافع وراءه، لكن حضور النساء في أي عملية تفاوضية من شأنها الدفع باتجاه حلول أقل تطرفا وأكثر دعما للسلام. الشاهد أن المشاورات لم تتقدم خطوة على صعيد جدول الأعمال حتى الآن، ففي كل يوم يدخل المتفاوضون قاعة الجلسات على أمل الاتفاق، لكنهم يتعثرون جراء التعنت والرفض من قبل وفد الميليشيا. تعنت يتعدى موضوع وقف تحليق الطيران باتجاه استثماره لتحصيل مكاسب سياسية أخرى من أسفل الطاولة، وذلك في استثمار للضغوط السياسية الإقليمية والدولية التي تريد لهذه المفاوضات الخروج باتفاق الحد الأدنى. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد يقول إن الأمم المتحدة مصرة على تجاوز العثرات والتقدم في مشاورات السلام برغم كل التحديات والصعوبات، غير أن جميع الأبواب التي كانت مشرعة على الأمل بدأت في التلاشي بانتظار وقوع معجزة تعيد السلام للبلاد التي أدمن ساستها إشعال الحرائق والفشل في إطفائها.